المتابع الأغنية، ليش أكو أغنية يحب يستمع لها دائما، وليش أكو أغاني يسمعها بدون أن يملها، وليش أكو أغاني يسمعها ويحبها ويملها بعد فترة؟ يمكن سألوني ليش غنيت أغنية الولد. الأغنية طبعا للفنان حضري أبو عزيز، غنيتها لأنه شعرت أنه هذه الأغنية ممكن تغنى في أي وقت وفي أي زمن، لأن شعرت أكو بها أصالة. يمكن الأصالة متأتية من الفنان نفسه، وأنا أعتقد أن الأصالة تجي بارتباط الفنان نفسه بالأرض وبالقضية اللي هو يفكر أنه قضية صحيحة. لو أخذنا يعني بدون مقارنة، لو أخذنا أغاني الفنان سيد درويش، نسمع أنه قدمت أغاني إلى في فترة زمنية معينة وتكررت، وبعدين قدمت بآلات غربية تشعر بها دائما أكو نكهة جديدة قابلة للتطور، لكن دائما لما ترجع إلى الأصل تشعر بالأصالة. وأنا باعتقادي أقولها المرة الثانية، لأنه الفنان الحقيقي هو اللي عنده قضية يريد يطرحها، ويطرحها من خلال ارتباطه بالأرض ومن خلال ارتباطه بالواقع. فاختياري لأغنية الولد الولد لأنه شعرت أكو هناك أصالة. طبعا غنيتها مع آلات شرقية كأغنية كاملة، وغنيتها مع آلات غربية، كل واحدة منها لها نكهة خاصة، لكن اثنيناتهم جميلة، والأجمل تبقى هي أغنية الأصل.